اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا ببساطه سهوله مرونه، معانا صدور فراخ مفرومه، هنعمل صينيه الرقاق بالفراخ الدجاج المفروم، ومش مقتصر بس على لحمه مفرومه ضاني او كندوز الرقاق، الرقاق منه الناشف ومنه الطري، جايبين الرقاق الطري الجميل الحلو، ممكن تعمليه سندوتشات فاهيتا، تعمليه مع مسخن دجاج حسب الرغبه، ازاي نعمل صينيه رقاق بتفاصيلها بتركياتها مع بعض مع دجاج مفروم، اعتقد ان الدجاج قليل الدسامه شويه مش دسم زي اللحمه الضاني. معانا النهارده البتنجان العروس الاسمر الجميل هنعمله بالدقه والطشه. ده طبق بيتحط جانبي جنب كشك جنب صينيه رقاق جنب طبق فته. السفره ما تخلاش من انواع المقبلات، انا انصحك تعملها في البيت زي البتنجان المخلل، طبق خيار سلطه، الحاجات اللطيفه ديت بتقوم بدورين، دور الطبق السلطه ودور المخلل. معانا البتنجان هنعمله النهارده بطريقه لطيفه وجميله. المفاجاه بقى النهارده وحقوق الطبع لدينا وبس مخرجنا الجميل التين الشوكي اللي في كل حاره في كل شارع في كل مكان رايحين جايين، اديني ثلاثه في طبق اديني اربعه في طبق، والراجل بصراحه هو اللي بيقشره، عشان انا اقشره ممكن اقعد خمس ايام ما امسكش السكينه من كتر الشوك. معانا التين الشوك النهارده هنعمله ايس كريم مفاجاه، ازاي نعمله ايس كريم بتفاصيل بسيطه وسهله زيه زي المانجا، هنشوف ازاي نقشرها وناخد طبعا الحاجات الجميله اللي موجوده فيه ونعمله ايس كريم مع بعض. واعتقد ان التين الشوكي من الحاجات المفضله وبتيجي في الصيف شويه كده وبتختفي، فاحنا بنستناه من الصيف للصيف عشان نعمله ايس كريم. هنطلع فاصل صغير والمفاجاه وحقوق الطبع لدينا وبس، التين الشوكي ايس كريم النهارده، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحلقه، والجو والمنيو بتاعنا له تفاصيل وكل حلقه ولها ظروفها. حلقه فيها بتنجان مخلل او بالطشه فالطبيعي لازم يتحمر ويتجهز اللي هو المزمبلاس او التحضير، دايما يقول لك تظبيط الشغل اهم من الشغل. مخرجنا الجميل انا خدت البتنجان العروس ونزلته في الزيت يتحمر علشان المفروض يبرد شويه قبل ما احشيه الطشه والدقه اللي انا هعملها دلوقتي. اهو البتنجان هنا في قلب الزيت اهو بالشكل ده كده. اهو في طريقتين، الطريقه الاولى انك انت تفتحيه كده زي الجيب وتحمريه، دي رقم واحد انا بحبه كده بصراحه. وفي طريقه تانية يتسلق في ماء مغلي بعصره ليمون وشويه ملح، وبعد ما يتسلق يتصفى من الميه بتاعته ويتفتح ويتحشي. ايهما الطريقه الافضل وبتبقى كويسه حلوه؟ الطريقه المقليه بصراحه، الشغل الطعميه والناس بتوع محلات الطعميه. اه بتنجان هنا زي الفل هنسيبه في قلب الزيت، دي خطوه خلصنا منها. ممكن نحمر معاه شويه فلفله كده حلوين لزوم الشيء بالشكل ده كده. دايما لما بنيجي نحمر طعميه او فلافل دايما الراجل بتاع الطعميه بيسبق الطعميه في الزيت بالايه يا عم الشيف، شويه بطاطس شويه بتنجان شويه فلفل، يحضرهم كده علشان الزيت ياخد لون والطعميه تطلع ملونه وزي الفل. انما لو قلي في الزيت مباشره، والدليل على كده لما انت بتشتري الطعميه وتحمرها في البيت في زيت نظيف ما بتبقاش زي بره ولا طعم بره. عارفه السر في ايه؟ السر في شويه البتنجان والفلفل والبطاطس اللي بتحمره في الزيت قبل ما بننزل بالطعميه في قلب الزيت. حبيت بس اشرح الحته دي كده وانا شغال. تعالى على نفسك ويا عين واحده بس تشتغل عشان درجه الحراره، وتبقي واقفه لطيفه كده زي الفل ورافه رايقه، ما تقفيش وقت كبير في المطبخ، ده الطبيعي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ انت في مطبخك التوفير، انت وزيره الاقتصاد جوه البيت في كل حاجه، في المصاريف، في انك تكون اقتصاديه، حتى من ولعه البوتاجاز اهو مفيش عندي شغل بقى، مش محتاج النار في حاجه، عدى ايس كريم مش محتاج نار، والبتنجان خدنا حمرناه، اطفي النار كده، يبقى انا هديت الحراره جوه مطبخي، فرنك مولعت فيه، لقيت الفرن مولع، انا عايز اعلمك حاجه حلوه قوي، ولعت الفرن مثلا هتحط صينيه رقاق زي اللي انا عاملها دي، والفرن شغال مسبقا، ايه المشكله لو جبت خمس حبات بطاطس غسلتهم حلو وحطيتهم في الفرن؟ بكره بلاش النهارده، عملت البطاطس زيبوريه، عملتها بطاطس مشويه بالكزبره، هتطلعها كذا حاجه، عندك قرع عسلي وخدت نص القرعيه وشويتها في الفرن، جيت مطلعاها عملتها بوريه وحطيتها لها عسل، هتدعي لي وجوزك هيدعي لي، عندك بطاطا حلوه، اغسل البطاطا وحطها في قلبيها، شويت بطاطا، عندك ذره اشويه، استغلي ولعه الفرن في انك انت تدخلي حاجه معاه، يبقى استغلتي الغاز او الكهرباء اللي شغاله في ولعه الفرن، ما يبقاش الفرن جاهز وبيحرق غاز وبيحرق كهرباء على صينيه الرقاق بس. انت خدها مني اقتصاديا عشان تبقى وزيره اقتصاد ناجحه. حلو الكلام؟ هناخد الفلفل والبتنجان اللي انا حمرته، فاكرينه ولا ناسينه؟ اهو
قدام عينيا وحياه عينيا. حلو قوي. تعال نعمل الخلطه الحلوه مع بعض. فلفل حار طبيعي، طالما بنعمل بتنجان مخلل لو ما بقاش حار ما يبقاش بتنجان. بس الجو الحر ده ما بيحبش السبايسي قوي، بس برضو في ناس بتحب السبايسي في الجو الحر ده. طبق الفول، طبق البتنجان المخلل، شويه طماطم مخللين، والفلفل ده مش حار قوي على فكره. تسلم ايدك يا عم الشيف. حطينا فلفل حار، ورقتين نعناع حلوين كده، والمقادير على الشاشه. بتنجان عروس اسود او الابيض اللي انت حباه، اشكال والوان عند الراجل الفكهاني بتجيبيه. ومعانا نعناع، ومعانا كزبره، ومعانا شويه شبت، ومعانا توم، معانا دبس الرمان، معانا فلفله حلوه. الجديد يا عم الشيف، وهتلاقي الطعم ده بقى، ورقتين جرجير في قلب الخلطه دي. يا ويلي. جرجير والله بجد يا شيف. جربي اللي بقوله لك ده. هياخدنا في حته تانية. دبس الرمان حلو اهو، معلقه فلفله حلوه اللي هي الهريسه الحمراء، تتباع عند الراجل اللي هو اللي ايه بتاع الجبن والحاجات دي كلها، او برطمانات جاهزه، او تقدر تعملها في البيت. بتجيب الفلفل الاحمر، تشيل البذور بتاعته وتحطها في الشمس. الشمس يعني دلوقتي تشوي اللحمه، وبعد ما يتيبس في الشمس بتفرميه في الكبه، وتحط عليه زيت زيتون، وتحطيه ببرطمان تستخدميه وقت اللزوم. فراخ مشويه، لحمه مشويه، شاورما. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ احنا حطينا، فاكر انت حطينا الجديد الجرجير، ورق الجرجير مع النعناع مع التوم اللي هحطه دلوقتي اهو، مع الفلفله الحلوه، مع الفلفل الحار، مع عصير الليمون، مع سنة الشبت الصغيرة. شفت الخلطة الحلوة دي كده؟ الله عليك. خد الحتة اللي جاية دي بقى، شوية بابريكا، الكمون عشان الغازات واللي ما عنده مشاكل مع الكولون. حلوة. وناخد ده كده ونركنه على جنب، وناخد يا عم الشيف شوية زيت زيتون ومعلقة خل. ليه الخل بقى؟ عشان البتنجان لما يتحط في التلاجة يقعد معاكي اسبوع، اتنين، تلاتة، اربعة. الخل جاي من التخليل، يوم الخل يديله ايه؟ عمر. بس اوعى تحط خل تفاح، انت مش بتعملي سيزر سلاط. حذاري. حلو الكلام؟ فدول في قلب الخلاط وبنضربهم. يلا يا عم الخلاط يا صديقي. اللهم صل على النبي. معاك. اللي يقول لي انا نسيت احط ايه بجد هدي له البتنجان ده. المتابعين معايا واللي مركزين معايا، في حاجه انا نسيتها، حد يقول لي ايه هي؟ للامانه لا، الملح. اوعى. طب انا بس بمناسبه الملح هقول معلومه، يعني دي بترجع من الخبره وبترجع للسنين الخبره. الملح ده مش بيقول لك عيش وملح، الملح ده فيه سر عجيب. لو استخدمت اغلى انواع التوابل من البرازيل، من الهند، من اليابان، من الصين، من القمر، الملح الوحيد اللي بيفصل لك طعم التوابل من بعضيها. يعني حطيت كمون على كزبره، على قرفه، على قمر الدين، على جنزبيل، بمجرد ما تحط الملح كل نوع من انواع البهارات بتسمعي الصوت ببقك، بتحسيه ببقك، حاسه الشم وحاسه الطعم. خلي بالك الملح، شفت بقى ازاي؟ هو ده، هنحط الملح. وربنا ما يحرمنا من الملح، يعني الضغط ربنا يكفينا شره. ملح طبعا حاجات كتيرة، ولكن استخداماته طبعا لازم تكون بحذر شوية. الأبيضين، الملح والسكر، هنقلب دول كده مع بعض. لا حلو. طيب عند الخلطه الجميله بسقطها كده على البتنجان. بص بقى الحلاوه، انا عايزك تجيب اللحظه الحلوه دي بالله عليك. البتنجان فرحان قوي. حطهم في التلاجه بقى، طلعيه من التلاجه، انت بتاكلي ايس كريم، بتاكلي مانجا، بس سيبوهم في التلاجه يبردوا شويه يا ام الله يرضى عليك. التخليله دي والتتبيله دي بتخش جوه البتنجنايه، ما انا فاتح البتنجنايه دي زي الجيب وقليته، فالخلطه هنا بتخش جوه البتنجان. مش لازم تعمليه بايدك يعني.
لمع بالزيت. اه شفت البتنجانية على فين دي؟ اكلك منين يا بتنجانية؟ اه الله اه شفت اه. والله العظيم لو قدامك ديك رومي، قدامك فخده ضاني، قدامك اي حاجه في الدنيا هتاكليها بنفس شهيه ان شاء الله. ودي فواتح الشهيه، انصحك تعملي المخلل، تعملي الطرشي، تعملي المقبلات جوه بيتك من صنع ايديك. لما بقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد من مركز قوه، يعني خبره بتلعب دور. تنجان ده عشان تاكليه يا ست الكل انصحك تحطيه في الثلاجه مش اقل من ساعتين زمن، كانك بتتبلي شاورما. شوف البتنجانيه في ايدي مانجا، ومانجا ايه؟ مانجا فص وحياتك. اهو هنرصه في قلب الطبق ده كده. حلو. معود جرجير حلو. التتبيله دي ممكن تخليها على جنب. تعملي بقى منها بقى؟ اسمعي مني بقى، عد على ايدك بقى. شويه طماطم هتقطعيهم وتحطهم في قلبيها. بيتها عامله طماطم مخلله. الله عليك يا عم الشيخ. شويه خيار هتقطعيهم حلقات او شرايح وتحطهم في قلبيهم. بقى خيار مخلل. او خيار بالدقة. هنمشيه مع بعض واحدة واحدة اهو. حلو الكلام؟ شوية فلفل زي اللي انا حمرته ده ويبقى معاك نفس الطريقة. كوسة تجيبيها وتقطعيها وتقليها في نفس الخلطة دي. خلي بالك اه. مش هتقول لا. كل انواع الخضار. هنسقسق البتنجان. نسقسق البتنجان. زي ما قلت لحضراتكم الخلطة دي ما تترميش. احطها برطمان وخليها في التلاجة. دي مكلفة. دي صرف. تعملي فيها ايه؟ طماطم، كوسة، خيار، قرنبيط. لو في قرنبيط اه خليها ورا كده زي الفل. اقدم الطبق ده كده لمخرجنا عشان عايز اعمل ايس كريم التين الشوكي. نعم لانه في شوك يعني. بيقول لي ليه سموه تين شوكي؟ لانه بيشوك. ده انت لو الشوكه بتاعت التين دي جت تحت شفايفك ولا حاجه والله ما تخليك تنام، ولا في صباع ايدك. خلي بالك انا مش بحبه من كده. اه شويه البقدونس الحلوين دول كده. خرجنا بيسال بيقول لي ليه سموه تين شوكي؟ عايز الفصاحه دي. فين البتنجان اخليه فين؟ قول لي قول لي ولا تخبش. اهو يا فندم اهو اهو. ده يتحط في المقدمه ده. لان ده مع فراخ مشويه ماشي، مع لحوم ماشي. حلقتنا النهارده تفاصيلها صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. عملنا صينيه الفراخ الحلوه بالرقاق وشفنا تفاصيلها، وعملنا شويه بتنجان مخلل هم على السفره البطل على فكره مع كل حاجه زي الفل، وعملنا ايس كريم تين الشوكي وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. يعني نقول رؤيه وفن وابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.